الناس الأرثوذكس طرف كلهم بدهم يوصلوا على وايت هاوس كفرت سبب جدي كفرت أنا داكش أنا بشكل كافر. طبعا قضينا حكى الكلمات بشكل عام ووصل للب المواضيع باختصار شديد اللي احنا ما نتعدى عليه ونوصل لهذه المرحله اللي حكى فيها القاضي الشرعي. بس اولا شكر جزيل لك للاخوان على الاستقبال الحار جدا اللي استقبلتونا فيه هذا وانضطونا لاحساس وكانه احنا في بيتنا هون. يطمئن القلوب ويدفئ القلوب. غبطة البطريرك كيريوس تيوفيليوس الثالث الكلي الوقار الأباء والوجهاء الأفاضل. أيها الأخوة، باسمي وباسم أعضاء الوفد الموقر أتقدم بجزيل الشكر لغبطة البطريرك على دعوته الكريمة واستقبالنا بحفاوة بالغة في مقره السامي. أيها الأخوة، إنني على قناعة تامة بأن هذا اللقاء خطوة حكيمة مباركة ستترك أثرها الطيب في المجتمع، ذلك أنه من الأهمية أن يلتقي رجال الدين الروحانيين برجال الأعمال وقادة المجتمع. فأول شروط العمل والنجاح هو أن يلتقي أهل الخير ويتعارفوا، وإذا هم تعارفوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا على البر والتقوى وأنجزوا وحققوا صلاة الرب. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. وشكرا جزيلا، واسمح لي بهذه المناسبة أن أدعوك لمدينة الناصرة باسمي وباسم الوفد. نستضيفك عندنا في الناصرة تنسيق مع أي حدا موجود عندك هون. يسرنا جدا أنه نرجع الزيارة. نحن مستعدين إن شاء الله بدنا نرتب الزيارة. الكولونيل كل شيء ورا الكولونيل. شكرا لك كمان. وبعدين إن شاء الله يعني بدنا نكون في الناصرة مثلا والتعارف ما بين الشعوب. أنا أعتبرها أنها فريضة إضافية أن يتعارف الناس وخاصة أبناء الشعوب السماوية التي تؤمن بالإله الواحد وتقدس هذا الشيء وتقدس العلاقة والترابط ما بين الشعوب. فشكرا لكم على هذه المناسبة التي من خلالها نتواصل معا كأبناء ديانات مختلفة وكأبناء شعوب مختلفة، وإن شاء الله تكون هذه غاية في التواصل من أجل إحلال السلام ما بين الناس وما بين الشعوب وخاصة في مدينة القدس. شكرا لكم. آمين. آمين. بدنا تعتصور انت. تعال طارق صوره كمان. كيف بدنا ناخذه هذا؟ كيف بيصنع؟ تدخلوا في موقع متركية. أنا بنعطيكم إياه.